documents for services. As we said before, that we have documents for products, also we have documents for services. High levels of customer interaction necessitates different documentation. هذه documents هي عبارة عن instructions for the suppliers or the provider of the services how to deal with the customers. أو هي عبارة عن instructions أو scripts. لأنه خلينا نحكي على سبيل المثال البنك هو عبارة عن مكان لتقديم الخدمات. بغض النظر كانت إنه اللونز اللي بتتقدم أو التشيكينج أو السيفينجز الموجودة عندهم بتتم بطريقة ممتازة، ولكن طريقة تعامل الوركرز أو الستاف مع الكاستمرز كانت impolite أو بطريقة غير مناسبة، فهذا حيؤدي إلى أنه يعني الخدمة نفسها كلها والكاستمر ساتسفاكشن هيكون كتير منخفض. فبالتالي لازم أنا أصمم الدوكيمنتس needed for the services اللي هي حتكون عبارة عن instructions to be followed. طيب معطيني هنا مثال First Bank Corporation Drive Up Window Teller Service Guidelines. فكرة Drive Up Window هي أنه بدي أنا سيرفيس معين كان تطبيقها في الأول يعني تطبق عادة في المطاعم. تدخل أنت من طريق بيكون في شباك معين بتدفع وبتختار الوجبة اللي انت عايزها، وبعد هيك بتلف الى ان تصل الى مثلا شباك اخر وبتاخد منه الوجبة اللي انت عايزها. طبعا كل هذا بتم وانت موجود مكانك في السيارة. هذه فكرة الدرايف اب ويندوز. اوكي، ف for this example in the bank corporation this bank wanted to develop a production or a document for the tellers at the drive up window that provides the information necessary to do an effective job. فانا هحكي على documents needed for this service اللي هو في البنك. فبالتالي هو هيحط instructions for the tellers اللي هم الناس اللي بيشتغلوا على التيلرز اللي بيساعدوا الكاستمرز for depositing or withdraw monies وتقديم المعلومات المناسبة لهم حتى يتم العمل بشكل جيد. من هذه الانستركشنز be especially discreet when talking to the customers through microphone. لازم تكون حديثك مع الكاستمرز خلال الميكروفون كتير واضح. Provide written instructions for the customers who must fill out forms you provide. لازم أي يعني ملاحظات انت عايزها من الكاستمرز تكون مكتوبة واضحة له بشكل صريح ومباشرة. انت ايش عايز منه، كيف ممكن يعني يعمل filling for the needed forms. مثلا خلينا نحكي على سبيل المثال في البنك احيانا بيطلبوا منا كتابة الاسم الجوال العنوان او الاخر، فلازم هذه الانستركشنز كمان تكون مكتوبة واضحة عند التيلرز. Mark line to be completed or attached note with instructions. جيد انه نحط ملاحظات مع الانستركشنز. Always say please thank you when speaking through the microphones. كتير يعني في السيرفيس بالذات كتير ممتاز انه احنا عشان نحسن من جودة الخدمة نتعامل بطريقة more polite مع الكاستمرز. دايما تكون طريقتنا لبقة في الكلام لدرجة انه في مثلا شركات الاتصال خاصة جوال مثلا والاتصالات عادة بتكون الكاستمرز لما بيحكوا معانا بتكون بانستركشنز من الكمباني نفسها. هو الكاستمرز ما بيحكي بداية الحديث بطريقة عفوية، وإنما يعني تم تدريبه مسبقا في كيفية التعامل والحديث مع الكاستمرز عشان في النهاية تتقدم خدمة بطريقة جيدة. Establish eye contact. Eye contact كتير ممتازة لأن احنا برضو بنقدم خدمة with the customers if the distance allows it. If a transaction requires that the customers park the car and come into the lobby, apologize for the inconvenience. لو احنا يعني صار بدر منا اي مشكلة عدم تلبية رغبته في الوقت المناسب وطلبنا منه انه ينتظر، فبالتالي لازم احنا كمان نعتذر. The last topic on this chapter, the application of decision trees to product design. Decision trees can be used for new product decisions as well as for a wide variety of other management problems when uncertainty is present. Okay, so the decision tree particularly useful when there are a series of decisions and outcomes which lead to other decisions and outcomes. لما بكون في عندي عدد من القرارات، في عندي عديد من الالترناتيفز،
اللي بتؤدي لنتائج مختلفة، وهذه النتائج بتؤدي لنتائج كمان أخرى. فبالتالي يعني من الأفضل لاتخاذ قرار أفضل نستخدم شجرة القرارات. okay. طيب for the decision tree في عندي مجموعة من الـ procedures اللي لازم نمشي عليها عشان نطبق decision tree. The first one include all possible alternatives and states of nature including doing nothing. كل الإمكانيات أو الاحتمالات لهذا القرار لازم أضعها بعين الاعتبار، حتى أنه قرار أنه لا أفعل شيئا أيضا يعتبر ضمن الالترناتيفز أو ضمن الحلول البديلة اللي أنا حضعها. The second procedure is to enter the payoff at the end of the branch. okay. إحنا هنحط الالترناتيفز 1 and 2 مثلا، كمان هنحط عندي payoff for each alternative at the end of the branch. بمعنى بدنا نوضح الـ revenues، الـ outcomes اللي حتجيني من وراء هذا الـ alternative. The third one to determine the expected value of each branch and prune the tree to find the alternative with the best expected value. بدي أحسب اللي هو الـ best expected value، وبناء عليها بدي أحدد أي alternative المناسب ضمن decision tree. okay. طيب in your textbook في عندي example at page 183 example number 3. Decision tree applied to product design. Silicon Incorporation, a semiconductor manufacturer, is investing the possibility of producing and marketing microprocessors. Undertaking this project will require either purchasing a sophisticated computer-aided design system or hiring and training several additional engineers. فبالتالي بناء على هذا البروجكت هم عندهم two alternatives، إما هيعملوا purchasing، بدأ بيحكي لي either، وبالتالي هيحكي الالترناتيفز purchasing اللي هو sophisticated computer-aided design، هيعتمدوا على شيء computerized، أو إنه or to hire and train several additional engineers. فبالتالي إذا إحنا بدنا نرجع لـ decision tree sorry، ففي عندي هنا منه من هذا القرار الـ new project هيكون في عندي the first one or the first alternative to purchase the computer aided design system أو hiring and train new engineers، وكمان حنحط خيار ثالث كما حكى في الـ procedures اللي هو do nothing. okay. بمعنى انه حشوف هل نشتري يكون شغلنا computerized او انه يكون بناء على توظيف مجموعة من المهندسين وتدريبهم، او انه لا نفعل شيئا. بمعنى انه اذا كان الالترناتيف الاول والثاني مكلف او غير مجدي، فبالتالي انه انا اضل على الوضع الحل بكون افضل. طيب خلينا نكمل الاكزامبل. The market for the product could be either favorable or unfavorable. فبالتالي في الالترناتيف الاول او حتى في الثاني بيقول لي انه وضع الاقتصادي عاده اما ان يكون مزدهر او ان يكون يعني في نوع من الكساد، فسماها بالفيفربل اور انفيفربل. فممكن نتخيل هنا انه هاي البروجكت الالترناتيف الاول تو purchase the sophisticated computer aided design في حال كان الماركت favorable اور unfavorable. في الوضع الثاني او الالترناتيف الثاني اللي هو hire and train new engineers، فهيكون برضو في حال انه كان عندي الماركت favorable or unfavorable. طبعا في حال انه do nothing فانا في النهايه مش راح احتاج انه اضع وضع اللي هو الماركت whether it is favorable or unfavorable. طيب continue reading. Silicon Incorporation of course has the option of not developing the new product at all. فهي الاوبشن الاخير يعني حكى لي عن the first alternative, the second one, and also this incorporation has the option to do nothing or not developing the new product at all. Okay, so we have three alternatives with two different market orientation. Okay, with favorable acceptance by the market في حال كان وضع السوق جيد, the sales would be 25,000 processors.
selling for $100 for each. إذا كان الوضع الاقتصادي جيد ممتاز، فالمبيعات في هذه الحالة حنبيع حوالي 25,000 processors، وسعر selling price for each processor حيكون عندي $100. اوكي، ف نرجع ل decision 3. This is the first alternative اللي هو purchased the computer aided design system، أو the second one which is hire and train engineers، and the last one do nothing. Okay، هذه three alternatives. طيب the first and the second alternatives حيكون عندي بدي أخذ بعين الاعتبار اللي هو market، whether it is favorable or unfavorable. Favorable or unfavorable، وهنا مش هنوزع لأنه إحنا مش هنعمل فعليا شيء. Okay. طيب المعلومة الجديدة حكى لي أنه في حال كان عندي favorable market، الوضع جيد، فبالتالي سيتم بيع 25,000 processor، selling price for each one $100. Okay. فبالتالي حيكون عندي revenues، خلينا نحكي revenues، في حال أنه عملنا purchasing for the computer aided design، في طبعا في حال اللي هو الفيفربل ماركت، لانه هو حكى لي في حال الوضع كان جيد حيكون كم اللي هو 25000 multiplied by $100 حيساوي عندي 2,500,000 دولار. اوكي، هذا از ريفينيو في حال كان الوضع جيد. طيب كمان في حال كان hire and train engineers في الفيفربل كمان condition of market، برضو حيكون في عندي revenues the same thing، حيكون 25,000 قطعة، سعر القطعة الواحدة $100. فبالتالي برضو الريفينيو هنا حيكون في حال الفيفربل ماركت اوف هاير اند ترين انجينيرز $2,500,000. اوكي، طيب نكمل القراءة. With unfavorable acceptance، في حال كان اللي هو الوضع unfavorable، sales would be only 8,000 processors selling for $100 each. لكن في حال كان الماركت عندي unfavorable، فبالتالي حيكون عندي المبيعات أقل شوية، هتكون 8,000 processors وسعر selling price for each of them $100. Okay. فنرجع نشوف على المخطط كيف حنضعهم. طبعا هو حكى عندي عن unfavorable market، فبالتالي حنشتغل هنا وحنشتغل هان كمان. حنحكي أنه في حال unfavorable condition، طبعا حيكون المبيعات أقل، اللي هي عندي 8,000 processors، okay، multiplied by the selling price for each one اللي هو 100، فبالتالي حيكون عندي الريفينيو هنا في حال low sales $800,000. okay، وأيضا برضو في حال hire and train engineers في low sales هنا في unfavorable market حيكون برضو $800,000. okay. نكمل باقي المثال. The cost of computer aided design equipment is $500,000. سعر اللي هو شراء أو تكلفة هذا الكمبيوتر aided design أو المحتاجينها من اللي هو أجهزة بتكلفني $500,000. تمام، فبالتالي هذا تعتبر تكلفة بدي أطرحها من الريفينيو. لكن وين حنضعها في اللي هو شجرة القرارات؟ أكيد راح تكون في حال إنه إحنا اخترنا الالترناتيف الأول، فبالتالي إحنا هان راح نشتغل ونضع اللي هو الكمبيوتر إيدد ديزاين كوستس اللي هي $500,000. فبالتالي إحنا نذكر مرة أخرى، وضعنا الريفينيوز اللي هي كانت $2,500,000. لقيت في عندي الكمبيوتر ايديد ديزاين كوستس اللي هي حتساوي $500، راح اضعها بين اقواس او بمعنى ماينس. تمام، وايضا في حال كان اللي هو طبقت او شريت الكمبيوتر ايديد ديزاين ولكن في اللو سيلز، برضو راح تكلفني نفس التكلفه لانه انا حساقوم بالشراء، فبالتالي راح اطرح كمان هنا من الريفينيوز اللي هي كانت $800,000 $500,000 اللي هي the computer aided design costs. طيب
نكمل باقي المثال بعد هيك نشوف السؤال بشكل كامل. But that of hiring and training three new engineers is only $375,000. تمام؟ يعني بيحكي هنا عن costs، لأنه حكى هنا عن costs بعد هيك حكى لي but. okay، فبالتالي تكلفة ال CAD equipment هي $500,000، وتكلفة إنه نعمل hiring and training for three new engineers هتكون اللي هو $375. okay، فرح ننزل هنا على ال alternative الثاني اللي هو hiring and training engineers، ورح نطرح من ال revenues الموجودة هنا اللي هي $2,500,000 كم اللي هو ال hiring and training costs اللي هي حكى لي 375,000، وكمان في حال ال unfavorable condition ال hiring and training cost 375,000. تمام؟ طيب نكمل. However, manufacturing costs should drop from $50 each when manufacturing without CAD system to $40 each when manufacturing with CAD system. صحيح انه ال CAD system راح يكون اللي هو تكلفته حوالي نص مليون دولار، $500,000، ولكن بيحكي لي على المدى البعيد ال manufacturing costs هتكلفني القطعة الواحدة كتكاليف إنتاجية without طبعا CAD $50، بمعنى انه انا لو عملت hiring and training three new engineers حتكلفني او حتكون عندي تكلفة التصنيع للوحدة الواحدة $50، ولكن اذا بطبق اللي هو ال CAD system حتكلفني فقط 40. فهذه ايضا تعتبر ضمن التكاليف اللي انا لازم اخصمها من ال revenues. تمام؟ فمرة ثانية احنا حكينا في حال كان purchasing ال CAD system، تمام، راح تكون عندي ال manufacturing costs مش $50، راح تكون أقل $40 for each unit. okay، total number of units طبعا في حال ال favorable market حكينا 25,000 processors. تمام؟ تكلفة التصنيع للوحدة الواحدة حكينا $40، فبالتالي total manufacturing cost حتكون اللي هو $40 multiplied by 25,000 processors، حيكون عندي $1,000,000. okay، فأنا حيكون في عندي كمان تكلفة راح أحطها بين أقواس اللي هي $1,000,000. okay، طيب في حال ال unfavorable condition أيضا حيكون في عندي manufacturing costs وتكلفة الوحدة الواحدة $40، لأنه إحنا هنا عملنا purchasing for a CAD على اعتبار، ولكن عندي number of units أقل، لأنه حكينا في حال unfavorable condition number of units أنا or the processors 8,000، فبالتالي هيكون عندي التكلفة كالآتي، هنحكي 8,000 processor multiplied by $40، فهتكون عندي total manufacturing cost $320,000. okay، طيب أما في حال اخترنا second alternative اللي هو hiring and train engineers، المانيفاكتورينج كوست هتكون أعلى $50 for each unit، فإذا بدنا نحسبها في حال favorable market هتكون عندي 25,000 processor multiplied by $50، فهتساوي $1,250,000. وفي حال low sales أو unfavorable market هتكون عندي ايضا نفس التكلفه للوحده الواحده $50، ولكن طبعا عندي عدد البروسيسورز اقل 8000، فبالتالي هنحكي المانيفاكتشرنج كوست هتساوي 8000 في $50 وهتساوي عندي $400,000. اوكي، طيب نشوف الكلام او خلينا نكمل نشوف المطلوب. The probability of favorable acceptance of the new microprocessor is 40%. okay، and the probability of unfavorable acceptance is 60%. فبيحكي لي في حال انه اخترت الالترناتيف اللي هو favorable market condition هيكون 40%، اما احتمالية انه unfavorable market 60%، فانا راح اضعها في الالترناتيف الاول كمان في الالترناتيف الثاني، لانه انا اخذت بعين الاعتبار وجود اللي هو الوضع الاقتصادي جيد او سيء، جيد او سيء،
فهذه هي the probabilities for the favorable, unfavorable and unfavorable market condition. Okay. طيب هذه calculations again حسب لي if we purchased the CAD system في حال ال high sales أو في favorable market condition حيكون عندي revenue 2,500,000 دولار اللي هي عبارة عن number of units multiplied by اللي هو selling price for each one اللي هي 25,000 في 100 دولار فهتساوي 2,500,000 دولار. أما بالنسبة للتكاليف فتحدث عن اللي هو تكاليف الشراء نفسها الكاد كوستس اللي هي بتساوي 500,000 دولار 500,000 طرحناها طرح, وأيضا كمان تكاليف اللي هي التصنيع manufacturing costs حكالي لو أنت شريت الكاد سيستم فهيك مش هتكلفك كما لو قمت ب hiring and training engineers, تكلفة في هذه الحالة تنقص ب$10 فهتكون $40 for each unit, عدد اليونتس طبعا 25,000 في حال favorable market condition, فبالتالي total manufacturing cost 1,000,000. فبالتالي عندي النت هنا ل purchasing CAD system في حال favorable market condition أنا عندي 2,500,000 minus المليون minus $500,000 راح يساوي $1,000,000. Okay. طيب لنفس الالترناتيف ولكن في حال unfavorable market الريفينيو طبعا أقل لأنه number of units كانت أقل حكالي 8000 قطعة أو processors بنبيع سعر الوحدة الواحدة $100 فبالتالي total revenue $800,000. طبعا سعر شراء الكاد هو $500,000. أما بالنسبة للmanufacturing costs هي $40 for each unit فnumber of units 8000 processors فبالتالي manufacturing cost حساوي $320,000. فبالتالي النت هتكون عندي طبعا هنا net income هنا net loss لأن هتطلع بالminus $800,000 minus $320,000 minus $500,000 حساوي minus $20,000. okay. طيب نكمل باقي الكالكوليشنز بعدين نشوف مين اللي هو الديسيجن اللي احنا هنختاره او الالترناتيف اللي حيقع عليه الاختيار. في حال اخذنا الالترناتيف الثاني اللي هو hiring and train engineers, hiring and train engineers revenues راح تكون في حال favorable and unfavorable market نفس الشيء بالنسبة أو إذا شرينا الكاد سيستم أو عملنا hiring and training employees نفس اليونتس نفس number of units وكمان نفس اللي هو سعر الوحدة الواحدة فالريفينيو في حال favorable market $2,500,000 and in the unfavorable market condition حيكون عندي revenue $800,000. لكن تكاليف التصنيع أو الإنتاج هتكون مختلفة وأيضا في تكاليف تانية مختلفة عن الكاد سيستم اللي هي higher and train costs. حكالي أنه الـ higher and train costs حسب السؤال $375,000 فراح أطرحها تمام, وكمان في حال unfavorable راح أدفعها فبالتالي راح أطرحها. أما بالنسبة للـ manufacturing costs حكالي أنه حتكون تكاليف أعلى على الوحدة الواحد $50, عدد الوحدات في حال كان favorable market 25,000 ولكن في حال low sales أو unfavorable market هتكون عندي 8,000 وحدة فبالتالي manufacturing costs هنا $1,250,000. أما في حال manufacturing في حال اللي هو unfavorable market condition هتساوي $400,000. So the net income في حال favorable market for hiring and train engineers $875,000. أما في حال low sales $25,000 طبعا الاثنين موجبين. طيب إذا بدنا نحسب النت بالنسبة للالترناتيف التالب do nothing ما فيش إشي ما فيش calculations حاملها لأنه إحنا لا حندفع ولا حتجينا إيرادات إحنا حنبقى على الوضع الحالي فبالتالي النت حيكون عندي zero. okay. طيب لقيت أي منهم حختار, يفترض أنه أنا هلقيت راح أخذ بعين الاعتبار الـ probabilities اللي أنا أعطاني إياها, أعطاني في حال كان الماركت favorable 4/10 أما unfavorable 6/10 وبالتالي النت اللي أنا طلعته هنا راح أضربه فيه الـ probability تبعته وهنا النت اللي أنا طلعته فيه الـ probability تبعته. فنرجع هنا عشان نحسب الـ expected monetary value okay. For purchasing the CAD system
هنضرب ال probability في النت plus probability في النت. ال probability of purchasing cat system in a favorable market هي 4 من 10. النت طلع عندي لما عملنا deducting لل costs من revenue $1,000,000. okay, فبالتالي total هنا عندي $400,000. تمام. اما في حال اشترينا الكات سيستم لكن في حال اللو كوست او الانفيفربل ماركت البروبابيلتي 6 من 10 مضروبه في النت اللي هي كانت بالماينس 20,000 حتساوي هنا 6 من 10 مضروبه في 20,000 بالماينس هتطلع عندي ماينس $12,000. اوكي, ف 400,000 ناقص 12,000 هيطلع عندي التوتال $388,000. اوكي, فهي اول يعني expected monetary value اللي حقارنه مع expected monetary value for the second alternative and the last one which is equal zero. طيب ال expected monetary value لل hire and train engineers نطلعه $365,000. طيب كيف عملها؟ So again, how we can calculate the expected monetary value for the second alternative اللي هو hire and train engineers, هي عبارة عن النت for the favorable condition of hiring and train engineers اللي هي $875,000 multiplied by the probability اللي هي 40% plus اللي هو النت of the unfavorable market of hiring and train engineers اللي هي $25,000 multiplied by 60%. Okay, ف 875,000 مضروبة في 4 من 10 plus 25,000 مضروبة في 6 من 10 هتطلعوا 350,000 plus 15,000 حيساوي التوتال اللي هو نطلعه هنا $365,000. okay, فبالتالي هاي المقارنة هيتم ما بين the expected monetary value of the first alternative اللي هو purchasing the CAD system اللي هو 388,000 أو المونيتري expected value أو expected monetary value of the second alternative اللي هو hire and train engineers 365,000 أو اللي هو do nothings اللي هو يساوي zero. فإحنا طبعا حيكون decision for the highest or the higher expected monetary value, فبالتالي حيكون هذا هو القرار الأفضل إنه إحنا نعمل purchasing the CAD system. okay. The last topic for this chapter, the transition to production. Whether goods or services has been selected, designed, defined, it has progressed from an idea to a functional definition and then perhaps to design. Now management must make a decision as to further development and production of the product idea. okay, فاحنا مرينا على عدة مراحل للبرودكت. بدأت من نختار الجود أو السيرفيسز اللي احنا هنعملوه, عملنا له ديزايننج, عملنا له ديفينيشن, حطينا دوكيومنتس المناسبة له. بعد هيك يفترض انه احنا نعمل له اللي هو application أو إنه إحنا يعني ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة the production. okay, so now when to move to production. ف the transition to production هي يعني one of the arts of management, knowing when to move the product from development to the production. okay, إنه ننتقل من مرحلة التطوير المنتج من تصميمه إلى اللي هو ال production, هنسميها بال transition to production. okay, so product development can be viewed as evolutionary and never complete. Product must move from design to production in a timely manner. طيب, after that we wanna to make a trial production period to ensure that this product is productibility. So most products have a trial production period to ensure productibility of the product. ليش محتاجين نعمل trial? This trial also يعني gives the operations staff the opportunity to develop proper tooling, quality control procedures and the training of personnel to ensure that the production can be initiated successfully. okay, فعشان يعني نشوف
وضع هذا البرودكت قبل ما يتم طبعاً ضخه في السوق. طيب after that when the product is deemed both marketable and productable عشان اتأكدت من أنه تمام, the line management will assume responsibility. The responsibility must also transition as the product moves through its life cycle. Line management takes over from design. في حالة transition to production عشان تكون بطريقة ناجحة, some companies appoint project managers. البعض الآخر بيحط ال product development teams لهذه العملية, والبعض الآخر بيحط اللي هو بيعمل integration between the product development and manufacturing organizations in order to transition the product idea into production or the design into the production. Okay, this is the end of chapter number 5. Inshallah, next lecture we will start with a new chapter. Thank you for listening and good luck.